عشام خدوني وحبابي فرجوني سوريا راجعة وشايفها بعيوني عشام خدوني وحبابي شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطق سوريا بيتعلى أي أم الحنوني لو سوريتي هاويتي أنا وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق باسم المجد بينطق صباح الخير لكل يلي قرروا انه يرافقونا بموعد صباحي عم يتجدد بلقائنا معكم اليوم الاثنين 24 ايلول نهار جديد ان شاء الله يكون حامل معه كل ملامح النصر على ايدي حماة الديار. محطات عديدة رح نترافق فيها ضمن رحلتنا الصباحية ومواضيع من دمشق عاصمة الياسمين المدينة المأهولة بالتاريخ رح نترافق معكم برحلة منحاول من خلالها أن نرصد نبض الحياة بسوريا والعالم. رحلتنا بلشت لكن بدي صبح عليك سالي. صباح الخير. سعد صباحك أريج. صباح جميع مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد عم نترافق معكم بمحطات من سوريا والعالم. تحيتنا الأولى لرجال الله في الميدان، أبطالنا في الجيش العربي السوري، كل الحب لكم. اليوم راح نتطرق لعدة عناوين مع ضيوفنا ومجموعة من الأخبار الثقافية المنوعة، لكن بعد الفاصل. ضمن صباحنا غير أولى فقراتنا بتكون جولة على أهم الأخبار المنوعة، خلونا نتابعها مع بعض. أولى أخبارنا لليوم بجولتنا السريعة على الأخبار المنوعة حول العالم رح تكون من فيديو نشرته منظمة سي بين بروجكت لنشطاء البيئة. هالفيديو بيظهر نموذج للجهاز الذي يستخدم بعمليات تنظيف المحيطات، هو قادر على انتشال القمم والزيوت وتجميعها ثم تدميرها بما بعد. وإلى خبرنا التالي لليوم، هل خطر ببال حدا كيف ممكن تكون الحلاقة بظروف انعدام الوزن؟ الجواب ممكن نلاقيه بالفيديو
اللي نشره رائد فضاء روسي أظهر فيه كيف حلق زميله شعره على متن المحطة الفضائية الدولية باستخدام موس الحلاقة غير عادي اللي بيضم مكنسة كهربائية صغيرة وتستخدم المكنسة لابتلاع الشعر المقصوص بالمحطة. وإلى خبرنا الأخير لليوم، بعد هالتصميم صار للصراف الآلي مهمة غير إعطائك النقود وهي إيجاد شريك حياتك. فقد صمم رجل أعمال من مدينة هونغ كونغ الصينية صراف مميز، حيث أضاف ميزة جديدة بالإضافة لتقديم العملة، يقوم بتقديم شريك الحياة المناسب مقابل مبلغ مالي. فكرة الصراف بتقوم على تنظيم مقابلة شخصية مع شريك الحياة المناسب. بمجرد دفع العملة المعدنية بتخرج الماكينة كبسولة بداخلها قصاصة مدون عليها بيانات الاتصال بشخص أعزب بيبحث هو الآخر عن شريك حياته، بينما يترك الراغبون بالحصول على شريك حياة بيانات عمرهم وطولهم ووزنهم وهواياتهم المفضلة ونبذة مختصرة عن حياتهم، وذلك مقابل مبلغ 2 يورو للكبسولة الواحدة، وأطلق عليها اسم كبسولة القدر. أريجا مجموعة من المعلومات الجديدة بترافقنا برحلتنا الصباحية ضمن فقرة هل تعلم. معلومات كتير كل يوم نتعرف عليها ضمن برنامجنا الصباحي، ومعلومتنا لليوم بتقول هل تعلم بأنه إضافة قليل من السكر على اللحوم عند سلقها يساعد على تسريع عملية الطهي؟ وهل تعلم وبحسب دراسة جديدة أن تناول حبة واحدة من البرتقال يومياً يقلل من خطر الإصابة بالعمى وبنسبة 60%؟ وهل تعلم أن الجلوس لوقت طويل أمام الكمبيوتر أو الموبايل يعد سبب رئيسي لجفاف العين؟ وأخيراً هل تعلم أنه في النرويج يوجد قانون ببعض المدارس يسمح للطالب بالخروج بأي وقت من المدرسة؟ يعني سالي، أحداث عديدة شكلت بتتاليها عبر الزمن ذاكرة للأيام. خلونا نتابع مع بعض أبرز الأحداث يلي صارت بمثل هذا اليوم. عم سوق القباقبية تقريبا من شي 200-250 سنة. أول ما اشتهر فيه صناعة القباقب في العهد العثماني. تم هيك. اليوم 24 أيلول. عبر الزمن والسنين شهد هاليوم كتير من الأحداث كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1852 أول سفينة هوائية تدار بواسطة محرك بخاري تتمكن من السفر 27 كيلومتر. وبعام 1855 اكتشاف الجليكوجين المخزن بالكبد.
وبمثل هاليوم من عام 1957 افتتاح ملعب كامب نو في برشلونة. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ 24 أيلول ولادتها بعام 1898 هوارد فلوري، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1945. وبمثل هاليوم تسجل تاريخ وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1904 فينسن، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل بالطب بعام 1903. هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت بمثل هاليوم. نهاركم سعيد. يعني أحلام اليقظة هو مصطلح شائع ممكن لكتير منا بتبين عندهم هالظاهرة، فما هي أحلام اليقظة كظاهرة وكيف ممكن أنه نشعر أنه نحن منعاني منها، كيف نتخلص منها إذا كانت سيئة؟ أسئلة كتير رح تجيب عنا الأخصائية النفسية غالية سعيد. يسعد صباحك غالية. صباح الخير. أهلا وسهلا، كيفكم؟ الحمد لله، بعد زمان مشتاقين. أكيد صباح الخير لك ونورتي صباحنا. يعني دائما مواضيع هيك بتكون لها وقعة عند كثير من الناس وفي تساؤلات حولها، يعني انه معقول نحن بنحلم ونحن فايقين؟ شو تعريفها؟ تمام صديقتي، هلا موضوع احلام اليقظة فعليا هو يعرف انه تعتبر انه هي المداعبة الخفيفة اللي بتصير بين الدماغ والكائن البشري. احلام اليقظة هي عبارة عن آلية اعمال الجهد بانتقال الى مواضيع وافكار ومداخلات، مجموعة من المبادئ، مجموعة من القيم، مجموعة من الركائز، كلياتها ممكن ننتقل لها، نعيشها بلحظات وباجزاء من النهار، نستشعر فيها، ندخل فيها بحالات من السعادة، احيانا بحالات من الكآبة، احيانا بحالات من الحزن، ننتقل فيها من الواقع من الواقع الى الخيال. هلا هي لا تصنف، يمكن اذا بدنا نقول انه هي اذا كانت سلبيه او ايجابيه، هي تاخذ المنحى الايجابي اكثر ما تكون منحى سلبي، الا في حال تجاوزت الخطوط المسموحه لها او الحدود المباح فيها انه يتصرف فيها. لكن هي بالمجمل حاله لطيفه بتصير بين الكائن والدماغ. غاليه، كل شخص بيصير عنده احلام يقظه؟ تمام عزيزتي، 96% من الاشخاص بتصير عندهم حاله الاحلام اليقظه ولو مره واحده بالنهار، يعني فعليا حاله طبيعيه، معنى ابدا في ازعاج، الا مثل ما قلت لك إذا طلعت عن الخطوط المباحة لها أو الأشياء اللي ممكن أنه نحن نكون مسامحين فيها. كيف تتجلى؟ يعني كيف بتكون؟ كيف الواحد بيعرف أنه هو مرأ بحالة حلم اليقظة؟ أكثر شيء بتصير عند فئة الطلاب أو فئات الشباب الصغيرة، يلي بيكون مثلا عم نشتغل او عم نعمل اي شيء، فبتلاقي هي اللحظات السرحانه اللي بتجينا وبنطلع بنطلع من الجسد. تمام، بنطلع بتطلع من المكان اللي انت فيه فبتطلعي لمكان اخر تماما، بتستشعري الصوره اللي انت عم تحبها او بتلاقي هذا الخيال، فاحيانا بتطلع هي الابتسامه الخفيفه اللي على وجهنا، فاللي قاعد جنبنا احيانا بينتبه هيك بالعامي اكثر، بيقول له وين رحت، فبيطلع فعلا بيسرح. او بتجيهم احيانا في حالات ما قبل النوم، لما بنيجي بدنا نخلط للنوم، فهدول الخمس دقائق بصيروا بيتخيلوا وبيعيشوا الاحلام. في ناس كثير عندها روايات كثير حلوه بالاحلام لدرجه انه بتسمع اصوات، يعني بتحس بالجو وبتكون موجوده فيه، واحيانا ممكن اذا كثير مؤمن بالحلم وحابب فيه فممكن ينقله على الطور الثاني اللي هو الحلم اثناء النوم، فممكن ينقله معه بفكره كثير قويه. يعني قديش حلو تكوني مثلا تقدري تحققي كل شيء ضمن احلام اليقظه. اريج نحن بنحلم بالليل احلام ما بنكون متحكمين فيها، بس بعتقد باحلام اليقظه نحن بدنا بنعرف شو بدنا وين نروح. يعني تمام، باحلام اليقظه بالذات عزيزتي نحن المخرج والسيناريو والمذيع والحوار اي شيء، فلاحظ انه دائما نحن بنجسد الحوار مثل ما بدنا وبنعمل الرؤيه مثل ما بدنا وبنصل للنتيجه اللي نحن بدنا اياها. حتى في اشخاص انا قعدت معهم بيستشعروا حلاوه الانجاز، يعني بتطلع علامات الادرينالين عندهم اللي بيرتفع انه شو صار، بتقولي وصلت للمرحله اللي انا بدي اياها، فهي كثير ممتعه. قديش هذا الشيء بيساعد بالفعل يعني بتحقيق احلامه للشخص؟ أكثر ما بتتخيل، إنه هو يعتبر استراحة الدماغ، يعني استراحة المقاتل يعتبر فعلا. الدماغ عنده نظامين أساسيين، نظام تحليل المعلومات وإصدار البيانات وإصدار القرارات والنظام التعاطفي. هلأ فترة الأحلام اليقظة بتجي هي البريك بيناتهم، أحيانا بقلب النهار أو أحيانا بنهاية الليل، فهي بتعطيه مثل آلية الاستراحة حتى أنه يجمع مع بعض، أو بتعطيه ممكن نوع من حل المشكلات. فعلا احيانا قد ما بنرهقه كل نهار بطلب حلول او طلب قرارات، فممكن البريك
البريك تبع احلام اليقظه يستجلب حل خارجي من مجموعه الخيالات اللي اوجدناها وينزل على ارض الواقع يساعدنا بحل. وبيساعد كثير باليه نشاط الذاكره، باليه ترويح النفس، باليه فعلا فيما بعد انه اثبات الحلم وتحقيقه على ارض الواقع. كثير في عالم عاشت احلام يقظه وفيما بعد حققتها فعلا على ارض الواقع. حلو. يعني بيتهوفن، دافينشي كلياتهم عاشوا احلام يقظه وفعلا جابوها ارض الواقع وحسوا فيها فيما بعد. غالية، ممكن يتحول حلم اليقظة إلى حالة مرضية ببعض الأحيان؟ تمام يا عزيزتي، شكرا على السؤال. فعلا ممكن يتحول لحالة مرضية وبشكل كتير كبير إذا تجاوزت الحد المسموح بالنسبة للطاقة البشرية. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا فلنفرض أنه أنا كإنسان بشري مسموح لي أنه أسرد بخيالي مثلا 3 دقائق 4 دقائق ولكن ضل أقدامي ثابتة على الأرض. يعني ما أسرد بخيالي، انزل على الواقع، لاقي الأشخاص غير الأشخاص أو حتى تكتك لهم حديث ببالي فانزل على الواقع لاقي غلط. امتى بتصير حالة مرضية؟ لما بتتأثر معي بالحياة الاجتماعية، لما فعلا بعيش بجو بنزل على أرض الواقع بلاقي شيء منافي تماما لهذا الشيء، فهذا الشيء ممكن يصير حالة مرضية. وممكن يصير حالة مرضية لما بهرب منه من حالات الإحباط، من حالات عدم الثقة بالنفس، من حالات التردد، من حالات عدم آلية أخذ القرار المناسب. فممكن فعلا أهرب لهي الفكرة وعيش بهي الحالة، وإذا تقمصت الموضوع بشكل كتير كبير فبتصير الردة إلى عالم الواقع جدا مؤلمة. وفعلا بصير في تباين كتير كبير، وللأسف بصير هلا هو ما رح يتحول لمرض نفسي أكيد، ولكن بيضطر يصير إنه يدخل شوي حالة دعم نفسي لهالفكرة لحتى يرتد لعالم الواقع وما ينصدم بالنهاية، لأنه الحلم مو مثل أكيد مو مثل الواقع، والشيء اللي نرسمه مو دائما بنلاقيه على أرض الواقع. غالية، يمكن الأحلام اليقظة ما لها عمر معين، بس خلينا نروح للأطفال يلي بيعيشوا هيدا الأحلام، هل كمان ممكن تشكل خطورة عليهم في حال كمان شطوا هيك بخيالهم؟ بتعرفي بيحضروا أفلام كرتون وبيبلشوا يطبقوها هن فايقين وبيحكوا شوي مع حالهم، يعني بنلاحظ كثير الاطفال انه ببلشوا بيعيشوا الحاله، فهل بشكل خطوره عليهم وايمتى لازم الاهل ينتبهوا؟ تمام يا عزيزتي، خطوره عليهم بشكل مباشر لا يوجد، ولكن بالعكس كل ما كانت احلام اليقظه عند الطفل والاحلام او الخيال واسع عنده، فانا هذا الشيء بعتبره انه دليل على الذكاء العالي اللي عم يثبت لنا اياه فيما بعد. امتى لازم نحن نتدخل او نستشعر انه فعلا في خطر؟ مثل ما تفضلتي، لما بيشاهدوا افلام الكرتون وبتكون فيها مشاهد جريئه مثل الطيران او مثل التجارب العنف او شيء، فهون احيانا ممكن يعيش التجربه فعلا الطفل ويجرب. هلا هون كثير لازم يكون توجيه الام والاب يتدخلوا بشكل كثير كبير يوضحوا الاليه، ولكن اذا سرح بخياله كثير مبعد عن كلمه انه شو مجنون انت. احيانا الامهات للعكس بتستقبل للاسف هاي الكلمه، ماما مجنون انت؟ معقول عم تحكي هيك؟ شو جنيت انت؟ فممكن يقول لها ماما انا عم بحلم هيك، انا رح صير هيك انا. او احيانا للاسف بتسخف من حلم الطفل، يعني بيكون 5 6 سنين بتقول له شو بدك تطلع؟ ممكن يقول لك طيار. طيار يا ماما، بدك تطلع دكتور مثل البابا او مثل فانه ما بتركوه يعيش حلم اليقظه، لانه فيما بعد يمكن تتبلور فعلا النتائج، تتغير المعطيات، ففعلا ممكن يطلع دكتور، بس خلوا المجال ما نتدخل ابدا كثير فيه الا لما بنشعر انه في خطر على حالته الجسدي. ولو تحدث مع نفسه احيانا ممكن مثل ما قلت لك ينقله على حلم الثاني فبيعيشه، بصير في ازدواجيه بين النهار وبين الليل. طيب غالية، نحن كيف بنقدر نستفيد من احلام اليقظه بحياتنا وتكون لها منحى ايجابي يعني 100%؟ تمام، اهم شيء انه نعمل خط الرجعه. يعني حلو كثير انه نعمل هي المداعبه اللطيفه للعقل. انا بقول لهم دائما عيشوا احلام اليقظه لانه هي كثير فيها فرحه الانتصار اللي بتصير فيها، حلاوه الاستشعار والوصول كثير رائعه، ولكن ننتبه دائما انه رجلينا على الارض. يعني بس نشعر انه حسنا احلام اليقظه اثرت على حياتنا العمليه والعلميه وصارت فعلا تعطينا نوع من التباطؤ او نوع من العدم من الاهمال او الهروب. احيانا بتلاقي احيانا ممكن نتضايق فبنترك شغلنا وبنسرح او ما عاد نعطي مثل ما من هذا العالم، منبعد عن العالم، بنحس حالنا صرنا لازم نقعد بمكان منعزل مشان نستمتع بهذا العالم الخيالي تبعنا. هل هو الحاله لازم نعمل كنترول كثير، نوقف، نجاوب على اشارات الاستفهام، نزيل الاليات اللي ممكن توصل معنا لاحلام اليقظه، واهم شيء نضل ساكتين على الارض. دائما لان نحن ماشيين بحلم اليقظه نحس انه اليابسه ورانا موجوده، انه ما وصلنا لنص البحر وما عاد نقدر نرجع. هون بصير في حاله من الضياع. تمام، يعني مثل ما قلتي
بتقولي انه هي حاله ايجابيه نوعا ما، يعني اكثر من انه هي حاله سلبيه، مثل انه مثلا يكون اي حدا مضغوط من شغله معينه ومضطر يقعد بهذا المكان فبيروح بعالمه، قديش بيقدر ينفصل عن الواقع، سواء كان هذا الواقع ممكن هيك يزعجه ممكن يريح نفسيته، يعني لحاله يعمل ريلاكس من خلال احلام اليقظه. قد ما بتتخيلي، برجع بقول لك انت المحور الاساسي بحلم اليقظه، يعني كل الادوار مباحه لك، فينك تعملي اي شيء، حتى استشعار النجاح واليه الفرحه اللي بتكون موجوده فيه هي مريحه جدا للنفس، فعليا حتى ممكن اشخاص تقول لك انا ما عندي احلام يقظه، رح اقول لك لا وقف هون، معناتها فعلا في عندنا مشكله، انه الانسان الطبيعي لازم يكون في عنده حلم اليقظه، ولازم يستشعر هاي الحالات ولازم يعيش فيها ولازم يكون ضمن الدائره بكل لحظه وبكل دقيقه. عندك او ما عندك او مبالغ فيها لازم نلعب بحد الوسطيه، كثير عالم ممتع، كثير احساس لطيف، بس لازم يكون في عليه كثير كنترول وكثير تكون جوانب مفتوحه، دائما حلو كثير انه نحن نشارك احلامنا مع الاخرين. حلو. حتى يكون احيانا في اسئله يمكن نحن ما بنقدر نجاوب عليها، بس لما انا بيجي بشاكك بقول لك انا دائما بتخيل هيك، انا دائما بحلم هيك، كثير لذيذ انه يكون في مشاركه لحتى كمان نضل ثابتين اكثر في حال، شتينا بعالم اليقظه والاحلام الشخص اللي يكون معنا يقدر يسحبنا مرة تانية ويصحينا. إذا نرجع شوي للطلاب وكل حدا يمكن عم يحضر لامتحانات اليوم، بالفعل يعني الطالب بس يبلش بالدراسة يمكن أول 10 دقائق ربع ساعة بيكون في شوية تركيز بعدين بيسرح بخياله، هلأ هون شو بتنصحي؟ بتنصحي إنه يكفي شوي هالخيال ويخلصه للأخير وبعدين يرجع على الدراسة، بتنصحي إنه لا يضل تركيزه صاحي بالدرس؟ رح أقول لك إياها عن تجربة الدراسة، أنا هيك أنا حدا بيعيش بأحلام اليقظة بشكل كتير كبير خصوصي وقت درسي، ما بتتخيلي يعني عن جد بقلب صفحات بقلب صفحات، برجع بلاقي حالي بأول 3 سطور يعني فظيعة جدا. أنا بقول لهم دائما لما بتستشعر إنه فتحت الكتاب وللأسف بيقعدوا 4-5 ساعات وبيرهقوا بس الجسد ولكن التفكير بيكون متحرر بمكان آخر تماما، بيرجعوا بلاقوا بس 3 سطور اللي أخذينه، وفعلا بيطلعوا بحالات رهيبة. بهاي الحالة أنا بقول لك يمكن دماغك ما هو مستعد إنه يدخل بآلية الدراسة وآلية التعليم، معلش خذ بريك، اطلع برات المكان، غير الجو اللي أنت موجود فيه، لما بتشعر إنك بلشت تشرد بأحلام اليقظة فورا اطلع، غير المكان ولو إنه 5 دقائق، غير آلية الجلوس اللي قاعد فيها، غير المكان اللي عم تدرس فيه، حاول تعمل فيه يكون هيك شوية تحدية حوار بينه وبين عقلنا إنه خلص بليز خلونا نعمل شوية جدية، كل ما بتحس إنه عقلك عم يسحبك، في عندك مشكلة بتكون أكيد، عندنا آلية عدم التركيز، عندنا آلية نوعا ما يمكن ما أنا مستحبين الشيء اللي عم نعمله، أكيد يمكن في ناس بتحب الشيء اللي عم تدرسه، في ناس ممكن تكون مجبورة عليه فبتشرد هذا كتير، فبما تصير معنا هالحالات فورا عمل استحالة استعداد، غير مكانه طبعا. غير الوضعية اللي قاعد فيها وتفاهم انت وعقلك وتمشي الحال. غالية احيانا أنا بيجي حدا مثلا او خلينا نقول الاطفال اكثر شيء يعانوا منه، بيجوا بيحكوا لاهلهم قصص وسيار انه عاشوها على اساس، فبيجوا الاهل انه شو وين كنت شو عم تحكي عرفتي، فبيستغربوا. يمكن احيانا الطفل بيحكي احلام اليقظه للاهل على انها هي قصه واقعيه، قديش لازم الاهل شوي يستوعبوا هذا الموضوع، ما يستهجنوا قدام الطفل، ما يحسسوا انه هو جن يعني للولد، فقديش مهم. شكرا كثير حبيبتي على السؤال عن جد، لانه فعلا مره ثانيه بيرجع الطفل مثل ما قلت اللي قلتي بجيب الحلم تبع اليقظه اللي شايفه، او هي تجميع صور وبيانات من الاشياء اللي موجوده فبيحكيها للام انه هي تجربه صارت معه، انا ماما عملت هيك وانا رحت شفت هيك. للاسف احيانا نحن بنقابله بتوسع بالحدقه، نظرات الاستغراب، ماما شو عم تحكي انت، سخنان شيء صاير معك شيء، ما بيصير هيك، فورا نعمل له آلية احباط نحطه بالزاويه، لا طولي بالك عليه، يمكن يكون عنده الذكاء اللغوي كثير عالي، يمكن تكون الذاكره عنده كثير رائعه، فعلا حلم اليقظه تبعه يكون كثير وردي، رجاء ما نعمل له عبثيه فيه، نستقبله بكل رحابه صدر، نفهم جزئياته لانه اكيد بيكون عم يحاول يوصل مسج من خلال هاي الفكره، نستوعبه فيما بعد، نستنى لمرحله عمريه معينه، يمكن لو شرحنا له ما حيستوعب الفكره تماما، ننطر لمرحله عمريه معينه بعدين نشرح له انه ماما الشيء اللي عم يصير كثير حلو، ولكن بنميز بس لمرحله عمريه اكيد بعد ال5 سنين، يعني قبل ال5 سنين آلية التمركز حول الذات ما بتسمح له ابدا يستوعب الافكار اللي ممكن نشرح له اياها. هلا اذا في حالات متقدمه بالنسبه للاطفال وخيالهم الواسع كيف بيتم التعامل معهم؟ برجع بقول لك للام والاب، لانه غالبا الطفل لما بيدخل بآلية حلم اليقظه
دائما بيستشعر حاله انه هو البطل. ممكن يكون في عندنا مشكله انه تكون في عنده مقارنه كثير بين الام والاب فبيلجأ لهي الحاله لحتى يطلع حاله هو البطل. ممكن يكون في عنده اليه انه دائما انت السيء، دائما انت الغلط، دائما انت مالك منيح، دائما انت طفل سيء او ما بتعمل بتسمع الكلمه، فبيلجأ لحلم اليقظه لحتى يطلع هو البطل واللي دائما بيعمل انجازات. لا، اذا في امكانيه انه نحن نتحدث مع الام والاب او هن ينتبهوا لهذا الامر ويخففوا هذا الشيء ويحاولوا يعملوا اعاده دوبلاج من اول وجديد لفكره التعامل. انت بتنصحي بتدخل الاخصائي لما مثل ما قلت لك بيفصل الانسان فعلا وبتتاثر حياته العمليه والعلميه باحلام اليقظه وبصير فعلا بحاله السرحان الشديد، البطء بتنفيذ المهام جدا وعدم تقبل الواقع. هون طبعا هي حالات بسيطه ولكن فعلا بيصل لهالمرحله لما بيكون في عنده آلية اكتئاب كثير جسيم وداخل بعمق الحالة فعلا تماماً. وعنده احباط كثير بمراحل عليها. هيدي الفكرة يمكن نركز عليها شوي. في حال كان الشخص سلبي عدواني، شخص مثلا افكاره كثير سوداوية وفات باحلام اليقظة، كارثة ولا لا؟ مصيبة مو كارثة. تماماً. لأنه دائماً بيصير بيفوت بيخطط بالآلية البشعة اللي هو عم يفكر فيها. 100%. يعني إذا بده ينتقم من حدا بيعيش بحلم اليقظة وهو عم يقتله، وهو عم يستلذ بتعذيبه، وهو عم يسمع حتى صوت الاستنجاد تبعه. فهون بهي الحالة إذا كانت شخصية معادية للمجتمع وعندها حلم اليقظة فلازم فوراً يكون في تدخل نفسي ودعم نفسي بهي الحالة، لأنه فيما بعد إذا كان كتير إنسان مؤمن بقضيته ممكن ينزلها على أرض الواقع ويضل مصر وراها لحتى ينفذها. هذه الحالة شوي يمكن تتعدى مرحلة الأحلام اليقظة، بتصير طبعاً إنه طبعاً هي بتصير حالة تخطيط نفسي. حالة تخطيط وإدراك وحتى بيعيشوا بالحالة. حتى أحياناً إذا الشخصيات معادية جداً للمجتمع وشريرة ومؤذية جداً يقولك أنا بستمتع بسماع صوت الضحية وهي عم تتعذب. ليش بشع؟ لهالمرحلة بيصلوا حتى هي جزء من أحلام اليقظة مع التخطيط المسبق له فيما بعد. فهو لازم فوراً إذا طبعاً كانوا هن جاهزين يتقبلوا لازم فوراً يدخل الدعم النفسي أو الطبيب النفسي فيما إذا هو جاهز يتقبل لهذا الموضوع. اليوم غاليا شو بتحبي توجهي نصائح لكل حدا عم يتابعنا هلا حتى اكيد تكون احلام اليقظه تنعكس بشكل ايجابي على حياته؟ ما نمنع حالنا من المداعبة اللطيفة اللي بتصير بينه وبين العائل، لأنه هي الدماغ أحيانا بيبعث لك إياها بمعنى خد بريك، إنه ريحني شوي. كتير آلية حلوة كتير ممتعة. إذا ما كان في عنا حلم بالحياة فنحن فعليا ما عنا هدف، ما عنا واقع. كتير حلو إنه نحن نعيش بالحلم نستشعر فيه. أنا دائما بقول إنه إذا بدك تصل لنجاحك استشعر النجاح قبل ما تصله حتى يكون حافز أكيد له. ما تحرموا حالكم من هاي الفكرة، هي كتير حلوة. بالنهاية هي خدمة موجودة عنا لازم دائما على طول نفعلها وعيشوا فيها باللحظات الوردية. بس تحس إنه أنت فعلا شتيت فينك بكل البساطة أنت تكون حكيم نفسك وترجع لأرض الواقع. نتشكرك كثير غالية على النصايح. بدنا نتمنى أحلام سعيدة سواء كانت بالنوم أو باليقظة، وإن شاء الله يا رب هيك يكون لنا مواضيع تانية بتهم كل حدا. حبيبة قلبي شكرا لك غالية سعيد الأخصائية النفسية. شكرا لكم، يسعد صباحكم. أما هلا أريج من أحلام اليقظة إلى مدينة الأحلام الشام القديمة يلي مشي التاريخ بين حاراتها، ترك على كل معلم أثري حكاية ونقش على كل حجر قصة. اليوم جولتنا ضمن سوق القباقبية مع زميلتنا هالة السعدي. عم سوق القباقبية تقريبا من شيء 200-250 سنة. أول ما اشتهر فيه صناعة القباقبية في العهد العثماني. تم هيك يعني تقريبا شيء 100 سنة، بعدين انتقل للصناعة الخشبية ومن هون صناعة الكراسي الخشبية. إذا كنا طالعناها كان ضبطت كراسي الخشبية. تسمى سوق الأبابية. هو كان هون أغلبيتهم يشتغلوا بالأبائيب. هون تم الصاغة القديمة، كانت الصاغة القديمة، ومن بعد من هون ورايح لآخر السوق كلياته كان سوق أبائيب. بعدين مع الأيام اتطور صار سوق خراطين يخرطوا بالخشبيات.
احنا صياغ يعني ذهب، وبعدين نفس المهنه ضلينا نزلنا على الفضه، وهي المهنه نفسها يعني نحن حرفيين، ومنه يعني بنصنع ومنه مثلا بيع. حاولنا انه كمان يعني نخلي هالمصلحه شوي هيك يعني انه بس عباره عن التراث، ما نروح تراث وكذا، فضلينا لسه ضمن مصلحه القبايب، وضفنا حاجات جديده يعني كاسات مثل كذا، يعني ضفنا شوي على المصلحه. الشام القديمة لا محافظة حما خبرية يمكن بتهم كل سيدة وربة منزل، مع ابتكار الحرفي شادي الصالح من مدينة السلمية اللي طور أقراص للغسيل بمفعول مضاعف. كيف؟ خلونا نعرف بهالتقرير مع مراسلنا محي الدين فهد. أنا بدي أوصل لمرحلة، آخر 50 جرام اللي هو بعد التجارب كافي جدا. بكل بساطة قدرت أوصل لهالمنتج. طبعاً أكيد في تقنيات أضخم وأكبر، لكن عم بحكي على واقع الحالي أنا. طبعاً الضغط المرونة غير تمام التفاعل. هذا منتجي 6 ساعات بيكون جاهز للاستخدام. نجح الحرفي شادي الصالح من مدينة السلمية بتطوير أقراص فوار للغسيل بمفعول مضاعف، محققاً بذلك قفزة في مجال الصناعات الكيميائية لمواد المنظفات توفر حلولاً مبتكرة لمشكلات ربات المنازل وأعطال الغسالات الناتجة عن سوء استخدام مساحيق الغسيل والغش بالمواد الداخلة في تركيبها. أنا الفكرة بدأت عندي بال 2012-2013، مش المشكلة المفرزات الأزمة اللي صارت عندنا طبعاً عكست على كل مجالات الحياة ومنها مجال المنظفات، فوصلت لفكرة وتعذبت فيها كتير وراسلت شركات سويدية تعاونوا معي بشكل فظيع، وصلت لمنتج كتير بسيط اللي هو مكعبات فوارة أو أقراص فوارة 50 جرام معبأ بالمواد الفعالة الأيونية الشاردية كافية لغسل وجبة 7 كيلو بالمطلق، مع مبيض إذا حبينا معبأ بالعطور الجميلة بدون مشاكل للغسالة، بتساعد ست البيت بكافة ظروف الحياة حاليا. وتنتج الخلطة التي طورها الصالح أقراصا صغيرة تستخدم للغسالات الآلية تعادل في مفعولها نحو 150 جراما من مسحوق الغسيل العادي، ويباع القرص بسعر 75 ليرة وهو يكفي لغسيل دفعتين من الثياب بوزن 7 كيلوغرام، الأمر الذي وفر الكثير من المصاريف على الأسر وخاصة من ذوي الدخل المحدود. أريج رح نبدأ جولتنا الثقافية لليوم من دمشق مع أخبار الفن السابع، حيث عرضت مديرية الثقافة في دمشق المركز الثقافي العربي بأبو رمانة الفيلم القصير روح، وهو من أفلام المؤسسة العامة للسينما وأخراج المخرجة ريم عبد العزيز، بطولة الفنانة سمارة عبد العزيز الفنان مالك محمد. كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة برفقة زميلتنا ريم سليمان، منتابع سوا. يعني لي لأنه هو منحة الشباب بعد ما عملت دبلوم الإخراج السينمائي، وحكيت عن الوطن، روح الوطن،
الأزمة اللي عانيناها والتعب اللي عشناه كتير أثر في نفسنا، بس الإنسان السوري يبقى قوي صامد يتحدى الصعاب مثل ما ربتنا سوريا الأم. وإن شاء الله يا رب ينال كل استحسان. دائما أبدأ من بلدي من بيتي سوريا حبيبتي، وبعدين مننطلق لباقي المهرجانات. ومن دمشق إلى حمص، حيث أقامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فرع حمص وصندوق من الأمم المتحدة للسكان اليوم المفتوح الخاص بتقنية المعلومات على مسرح دار الثقافة بالمدينة. تفاصيل أوفى مع زميلنا أسامة ديوب. بهدف ربط التقنة المعلوماتية بالمجتمع لما تشكله من أهمية في أنشطة حياتنا اليومية، أقامت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فرع حمص وصندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم المفتوح الخاص بتقنة المعلومات على مسرح دار الثقافة بالمدينة. الجمعية كان لها دور بالارتباط بالمنظمات العالمية اللي هي داعمة لنشر التقانة والتوجيه والثقافة بالتعاون مع الجمعية وصندوق السكان بالأمم المتحدة للتنمية. ومن هذه الفعاليات هذا اليوم المفتوح اللي شاهدناه اليوم، وكان فعلا للعروض أثر وتوجيه لكثير من الأشخاص والطلاب والشباب واليافعين بمجال استعمال المعلوماتية وتوجيهها نحو الأفضل والأحسن. اليوم من خلال هذا الفعالية عم نحاول نتواصل مع جيل الشباب ما بين 16 إلى 25 سنة ليكون في عنا عملية ربط ما بين نشاطات ومشاريع الجمعية المعلوماتية بالإضافة إلى الفئات المجتمعية المختلفة سواء الفئات العمرية الصغيرة أو المتوسطة وحتى الفئات الجامعية. تعرضنا مجموعة من برامج وأنشطة الجمعية العلمية السورية المعلوماتية اللي عم بيتم تنفيذها واللي وبالذات منها اللي بتركز على أهداف التنمية المستدامة اللي هي أهداف مشتركة بيننا وبين كثير من المنظمات الدولية منهم صندوق الأمم المتحدة للسكان. تم التعريف بمشروع حاضنات الأعمال، بالمشروع مدونة وطن، بمشروع نادي الروبوتيك والأنشطة اللي عم يعملها النادي والإنجازات اللي عم تحققها فرق الجمعية العلمية السورية المعلوماتية على المستوى الوطني والمستوى العالمي، بالإضافة أنه كان عندنا كمان مسرح تفاعلي من خلاله تم التركيز على التواصل الرقمي الآمن. نصت أنا وعائلتي كان إلى نصيبة من العرض واللي هي بتركز على أنماط حياة الأسرة السورية ومتطلباتهم وأهم النصائح اللي ممكن تواكب حياتهم اليومية. تضمنت الفعالية التعريف بأهمية تقنية المعلومات والاتصالات وأهم المشاريع التي نفذها فرع الجمعية في حمص، بالإضافة إلى عرض لفريق نادي الروبوتيك وعروض مسرحية من واقع تقنية المعلومات وعلاقتها بالمجتمع. دائما نادي الروبوت كان يشارك بفعاليات، يشارك بأيام خاصة بالروبوت، نعمل أوبنتي بشكل مستمر. هلا كانت في مشاركات جميلة وكان الأثر واضح عند الشباب كيف كانت هاي المهارات تطور عندهم وكيف يصير عندهم قدرة، يصير عندهم جانب من التفكير الموضوعي المتعلق بالروبوت وثقافة الروبوت بشكل عام. تم التشبيك بين الجمعية السورية المعلوماتية SES مع شبكة الأقران الشباب وايبير لحتى يتم إنتاج عرضين مسرحيين تفاعليين لهم علاقة بالمعلوماتية والعنف القائم على النوع الاجتماعي وقديش الأنثى اليوم عم تعاني عنا لهلأ بمجتمعاتنا. روبوتنا عبارة عن روبوت إطفاء حرائق، مهمته يكون بديل رجل اطفاء. نعرف نحن رجال اطفاء ده بتتعرض لمخاطر، فالروبوت مهمته يفوت على مناطق خطرة ما بيقدر يفوت رجل اطفاء ويطفي الحريق. أهمية هذا النشاط يأتي في كونه يظهر الآثار الإيجابية لتقنة المعلومات على مختلف الفئات العمرية وكيفية استثمارها في المجتمع السوري لإعداد جيل متقدم ومتطور علميا وأخلاقيا يساهم في بناء سوريا الحديثة.
فعليا يعني كل يوم ضمن صباحنا غير بنقوم بجولة على أهم الأخبار الثقافية، ودائما الأنشطة الثقافية ما عم تتوقف إن كان بدمشق ولا بالمحافظات. صحيح كلها. صحيح أريج، وعم تلاقي فعاليات كتير مهمة بتخص الشباب الأطفال. يا رب هيك نضل عم نتابع هيك أشياء أكيد بترفع السوية العلمية والفكرية. أما هلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل صغير، مكملين باقي فقراتنا. محطتنا التالية أريج رح نتجول فيها بمحافظة طرطوس، لكن عبر عدسة المصور نضال أحمد خليل يلي رصدت ووثقت معالم من هيدي المحافظة وتجسدت بمعرض فني حمل عنوان عين وعدسة. لنحكي بشكل موسع عن هيدا المعرض بصرنا نرحب بالفنان نضال أحمد خليل. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يعني بالبداية حابين نعرف شو علاقتك بالتصوير؟ والله هي علاقة عاطفية محبة يعني أنا علاقتي مع ذاتي مع أنا. الصورة بتشكل عندي مثل نبضة قلب. إمتى بلشت معك هالهواية؟ والله بحكم أنه الوالد فنان فأثر فينا هالموضوع كتير، وبدك تعتبري من الطفولة يعني من هواة الفن أو البيت بيت فن يعني. فالوالد فنان تشكيلي وأنا اتجهت باتجاه التصوير، لكن ما احترفت أو ما اشتغلت علي إلا من حوالي 15 سنة تقريبا هيك. عمر وخبرة، ولكن أستاذ نضال دائما عين المصور بتختلف عن أي عين تانية، يعني اللي بيشوفه خلينا نقول المصور يمكن إحنا ما بنقدر بنشوفه، هو خلينا نقول ما بين السطور حتى. لا. في شيء كمان بالتصوير ما بين السطور، في خفايا مثلا. قديش هيك في شغلات يمكن انت بترصدها لتصورها هي ما بتكون ظاهره للعين، ولكن انت قاصد منها الشيء. الفنان المصور لازم يكون هيك يعني الصوره قبل الالتقاط تختلف عن الصوره بعد الالتقاط. يعني الصوره اللي بتشوفيها انت لما يعني ممكن اخذ لك صوره من وجودنا هون بطريقة مختلفة عن اللي انت شايفتي، فهي بيميز انه هذا فنان مصور او موهوب او هذا لا مجرد موثق. تماما. يعني بنبارك لك بافتتاح معرضك بالمركز الثقافي بكفرسوسة. نحن رح نروح مع بعض ونتابع كيف كان اجواء المعرض واللوحات، نرجع نكفي حديثنا. شيء حلو كتير ومرتب وفي فن كبير، يعني ملتقطين صور دقيقة في دقة وفي فن كبير. المعرض على الأستاذ نضال كتير حلو ورائع، يعني ضامن كتير من ريف الساحل وأعمال إنسانية كتير حلوة عنده، وعنده الأبيض والأسود كتير مميز يعني بالمعرض. يعني في شغلات كتير حلوة، مثلا بيحكي عن طبيعتنا نحن بالريف. اللي شفناها اليوم هو توثيق لمدينة طرطوس أو محافظة طرطوس، عادات تقاليد تراث كل شيء موجود بريف طرطوس، البحر خصوصيته، الأعمال القروية الريفية اللي أي حدا بيساويها بريف طرطوس كلها موجودة اليوم. طبعا هو ريف غني كتير كتير وبيستاهل انه الواحد يوثقه بهيك معارض. تراثنا يعني مثلا هيدي سليقة احنا مساويها بتصير برغل بعدين، حب نضل يساويها يعرض هالشغلات مشان العالم كله يعرفه، وان شاء الله يكون هو رضيان عن شغله والعالم الكل كمان يعجب فيه.
استاذ نضال، يعني كاميرا برنامجنا برفقه زميلتنا هاله السعدي كانت متواجده ضمن المعرض، لكن احنا حابين نعرف شو المنحه يلي اعتمدت عليه وحاولت تركز عليه بشكل اكبر عبر صورك. بدايه بما انه هذا معرض الثاني، فكنت حابب اعرض شيء توثيقي انه الانسان ابن بيئته، فاخترت من بيئتي اللي محافظه طرطوس واريافا. الشيء الجميل اللي ممكن ينعرض بعد السنوات الطويلة من الحرب والدمار بعد عنا، ونشوف انه لسه الحياة مستمرة والجمال موجود، ونرجع نعمل مثل مبادرة للعمل المشترك بين جميع المحافظات. فكان اختياري لطبيعتنا، التراثيات، المهن قديمة، حتى البحر كان له ذوق حسن، انسانيات يعني. فان شاء الله نكون توفقنا باختيارنا لهالصور ونالت رضا الجميع. اكيد يعني دائما حتى محافظه طرطوس بتمتاز بكونها هي ساحل وكمان فيها جبل. نعم. يعني كمان اعتمدت بلوحاتك انه تبين هيدي الجماليه لهيدي المنطقه، خاصه انه مثل ما قلت خلص بعد الحرب نحن بدنا نشوف الشيء الجميل. نعم. بدنا نرجع الجذب للسياحه. هل كان نصيب للوحاتك من الجبل ومن البحر ايضا؟ يعني انا تنقلت باللوحات ما بين الساحل والجبل، مستغل دائما وابدا الناحيه الجماليه الموجوده، جهه البحر من ارواد الصيد، صناعه الشباك، الجبل، المناطق الجبليه، الغروب على الجبل، الغروب على البحر، القناطر الاثريه، طواحين اللي كانت موجوده على المياه الاثريه موجوده بالجبل. حاولت اني اقدم اكبر قدر ممكن من هي الصور واللوحات اللي موجوده بهالارياف. تمام استاذ نضال، يعني بالاضافه لعكس جمال الطبيعه وعكس البيئه يلي حضرتك فيها عبر هاللوحات، هل كان هناك جانب توثيقي عبر الصور؟ طبعا الموضوع المعرض غالبيته التوثيقي عن محافظه طرطوس واريافا. حتى الاعمال اللي كانت موجوده فيها او بعض الاعمال اللي منشوره عن التوثيق، مثلا عملية سلق الحنطة، القمح، عملية صناعة الشباك، القوارب، بعض الأماكن التراثية والأثرية اللي ما زالت موجودة، بعض صور الأطفال بملامح وجوه مختلفة كمان، كل غالبيتها موجودة. تمام. يعني دائما أي معرض بيكون فيه أي فنان بيكون له رسالة، بيكون له هدف معين. هل كانت نظرتك وثقته عبر عدستك؟ كمان العنوان يعني جذبنا، عين وعدسة. يعني هل كان مثلا في شيء من روحك حابب توصله برسالة من خلال هيدي اللوحات؟ الشيء اللي حبيت توصله الجمال موجود والحياة جميلة ومستمرة، والسوريين عشاق الجمال وصانعي الجمال. وين ما اتجهنا، بالساحل، بالجزيرة، بالبادية، كله له خصوصيته موجود. وعلى أمل أنه نرجع نحن نتحرك بهالمنحة، وعلى أمل أنه يصير في جمهور أكثر لموضوع الصورة والتصوير الفوتوغرافي، لأنه هو فن حديث مظلوم جماهيريا شوي. يعني نحاول أنه نرجع نستأنفه ونرجع الفن للواجهة ونعمل له جمهور. تمام. يعني استاذ نضال، 90 لوحة كانت ضمن المعرض، اخترت لها اسم عين وعدسة. كيف بيتم اختيار دائما عنوان للمعرض؟ يعني هل بيكون اللوحات عن العنوان مقتبس مثلا من اللوحات؟ العين والعدسة يعني هن صنوان لا يفترقان، لكن في خصوصية هالاسم هون غير العين الجميلة والعدسة الجميلة. هي اسم مجموعة أنشأناها نحن، مجموعة مصورين هواة، مجموعة إلكترونية على الفيسبوك، ضمتنا مع نحن وعدد كبير من الأصدقاء هواة محترفين مبدعين، للتعليم، للنصيحة، للإرشاد، للقاءات، وعلى أثرها سميتها المعرض بهالاسم هذا. نعم. يعني دائما مثل ما ذكرنا انه عين الفنان بتشوف الاشياء دائما مختلفه. يعني يمكن من خلال رسمك للوحات بتخيلك بتم يمكن تصويرها. يعني ممكن تشوف انت هيدي الورده بخيالك يمكن غير اللي بيشوفها، واحيانا بترمز لاشياء معينه. هل دائما تضطر لتشرح
انه هيدا اللوحه شو معناتها، ولا احيانا دغري من دون ما تشرحها دغري اللي بيشوفها بيعرف شو هي؟ انا دائما بحب اترك الصوره لخيال المتلقي. تماما. اذا سئلت عن شرح فبشرح انا، وممكن هو يشوف كمان يشرح لي شو شاف. تماما. وهون بيكون في تناغم جميل. يعني هيدا الفكره انه إيه؟ اللي بذهنك غير اللي بذهنه. إيه؟ احيانا ممكن تستفيد من فكرته. طبعا هيدا احيانا بستفيد، احيانا يعني بيعمل لي تطوير لفكرتي، تغذية لفكرتي. تماما. 90 لوحة انعرضت، هل كان في لسه أشياء ببالك ولوحات ببالك وصور كنت حابب توثقها وممكن تركتها للمعارض المقبلة؟ طبعا في صور كتير، والموضوع التصوير الضوئي فيه مجالات كتير، يعني التجريد، البورتري، الشارع، ظلال وأنوار. فأنا تركت بعض الأعمال لمعارض تانية إن شاء الله أن تكون مشتركة بيننا وبين بعض الأصدقاء في محافظة دمشق وبعدين في حمص وباقي ممكن المحافظات. يتم يعني تجوال له المعرض، أم ممكن يكون في معارض جديدة بباقي المحافظات؟ راح يكون في معارض جديدة بباقي المحافظات، وعلى الأغلب تكون مع الأصدقاء كمان، مو معارض فردية، مشان نكون مجموعة أكبر، رح نسبة حضور أكبر لتشجيع أكثر كمان. تمام. كيف كان ردة فعل الحضور لهالمعرض؟ خاصة إحنا يعني عملنا بعض اللقاءات مع الحضور، لكن حابين نعرف كيف الصدى كان. والله كان جميل جدا، والكل كان مشجع لاستمرار المعرض ومعارض تانية مثله. تمام. وإن كان أعطاني رضا عن النفس رأي الجمهور والمتابعين اللي كانوا موجودين. يمكن تفاعل بيعطي هيك ثقة للعمل باتجاه دائما الافضل وتقديم ما هو اجمل من خلال التصوير. لايمتى مستمر المعرض؟ استمر المعرض للاحد القادم. والجمهور ممكن تمدده يعني اذا التمديد حسيت في اقبال كثير؟ اذا كان في اقبال تمديد وارد، وعلى الاغلب بعد الحماس اللي شفناه هيك ممنوع بقى نتراجع او نوقف عند حد، لان احنا ولا الاصدقاء، وان شاء الله راح نقدم شيء افضل. في عالم اجمل طرطوس؟ ايه طبعا، في اجوا اصدقاء من طرطوس، في من حمص، من حلب، يعني من كافة المحافظات. إيه اجتمعت يمكن بعين وعدسة. يعني دائما لوحات أريج في إلى عالم الخاص، ودائما عم نشوف يعني رغم كل شيء، رغم الظروف اللي نحن قاعدين فيها، انه في عالم لسه عم تجي وعم بتتابع الفن الجمال. قديش هيك شيء مهم وبيعطي ثقة بالنفس. طبعا بيعطي ثقة بالنفس وبيعطي تفاؤل انه لسه الشعب الموجود عنده حب للحياة، بيحمس اكثر لانتاج شيء اجمل لسه. ونشوف ردود افعال جميلة. الصورة يعني هي الاصدق والاقوى والاثبت، توقف الزمن للابد الى ارتكاس علينا. هي الصورة الوحيدة اللي بترجعنا لزمن التقاطها بكل مشاعره، سواء جميلة أو غير جميلة، هي محببة. ترجعنا لتاريخ التقاطها، لما نشوف صورة لنا قديمة كتير وكنا واعيين إلى منرجع منعيش نفس الظروف ونفس الزمن اللي أخذت فيها هي الصورة، فإلى تأثير قوي جدا على المتلقي الصورة. نعم، يعني بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتمنى لك كل التوفيق بمعرضك، وإن شاء الله يا رب هيك بيكون لك معارض تانية ومشاركات أوسع. أهلا وسهلا. شكر لكم. شكرا لكم. كل التوفيق لك أستاذ نضال. شكرا. شكرا لكم. أما هلأ مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر وأهم الأنباء مع زميلتنا كاترين عظيمة. صباح الخير كاترين. صباح النور أريج. مشاهدينا موجز لأهم الأخبار بعد الفاصل. جددت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية L-20 قبالة سواحل اللاذقية مساء الاثنين الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كونانشينكو في مؤتمر صحفي إن المسؤولية عن تحطم الطائرة L-20 الروسية في سوريا تقع بالكامل على الطيران الإسرائيلي، مبينا أن الطائرات الإسرائيلية استخدمت الطائرة L-20 كغطاء ضد الصواريخ المضادة للطيران.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب أكثر من 14 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بفعالية ليلية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عماد داود أشتاوي البالغ من العمر 21 عاما جراء إصابته بعيار ناري في الرأس شرق غزة. واندلعت ليلة الأحد مواجهة بين الشبان وجنود الاحتلال بفعاليات ليلية يطلق عليها الفلسطينيون الإرباك الليلي على طول الحدود الشرقية للقطاع. أكدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أن إيران تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، موضحة أنه يتعين الحفاظ على هذا الاتفاق. وقالت ماي في مقابلة مع قناة تي بي إس الأمريكية: نعتقد أن إيران تقوم بالوفاء بالالتزامات بناء على ما نرى، مضيفة: نعتقد أن الاتفاق يجب أن يبقى قائما، كما أن دولا أخرى شاركت في وضعه تعتبر أيضا أنه يجب الحفاظ عليه. في خبرنا الأخير، أعلنت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية أنها أنقذت 447 مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن خدمات الإنقاذ قولها إنها انتشلت 447 شخصا من 15 قاربا صغيرا تم اعتراضها عند السواحل الجنوبية الإسبانية، وقارب واحد قرب جزيرة مايوركا. وكان هذا الخبر الأخير. ختام الموجز، نعود لبرنامج صباحنا غير. شكرا لك كاترين. اما هلا اكيد مكفيين باقي فقراتنا. من وصلنا سالي؟ وصلنا لمحطتنا الاخيره اريج لليوم مع عالم التغذيه. رح نسلط الضوء على الاخطاء الشائعه بالحميات الغذائيه، شو هي انواع الرجيمات الكيميائيه، وايضا الحميات اللي كثير بيتبعوها. ايضا رح نتعرف عليها اكثر مع اختصاصيه التغذيه ايفانا خضر اليوسف. سعد صباحك. صباحك. صباح الصحه ان شاء الله يا رب. اكيد. اهلا وسهلا ايفانا. يعني كثير نسمع عبر الفيسبوك أو حتى عبر التلفزيون بعض الحميات الغذائية يلي هي بوقت قصير وبكمية كبيرة. هلأ شو هي الأخطاء الشائعة حول هاي الحميات؟ هلا هاي الحميات كلها اللي بناخذها على النت او بناخذها على الفيسبوك او بنسمعها من حدا ثاني هي او الترويج لمنتجات معينه او الترويج تماما، هي عباره عن حميات ما كامله بالمصادر الغذائيه اللي نحن بحاجه لها. هي حميات اللي حتسبب بس نحن نخلصها وننحف الوزن اللي بدنا اياه لشبع، وبصير الواحد مشتهي كثير اكلات لانه انحرم منها، رح يصير في عندنا زياده وزن. هي حميات اللي حيكون عندنا نقص مصادر رح تسبب امراض، كان بروتين او سواء حديد او فقر دم، او حتى ممكن ياثر على الكليه على الكبد حتى على المزاج بتأثر. تماما. يعني ايفانا دائما بنشوف الصبايا بدها تنحف بسرعه، فانه شو بتعمل؟ يمكن انه ما تتجه لطبيب تغذيه او اخصائيه تغذيه، فبتبلش بتخبص انه خلص انا اليوم غداي موزه تفاحه، انه ايه فيها فيتامينات. قديش هذا الشيء غلط؟ قديش لازم يكون الرجيم او الحميه منظمه لخساره وزن اكبر يعني. تمام. هلا اذا ما كان النظام الغذائي هو كامل ما رح ينزل وزنك، اللي حتنزليه عباره عن مي اول كم كيلو بس تخلص النظام حيرجع يرتفع بسرعه. لانه اللي خسرتيهم هذا كله غلط. انت مثلا عم ناخذ الناس مثلا بتقعد يوم كامل بس فواكه، يوم كامل خضره، بعدين بيجيكي دجاج وخضره، انتم عم تنقصوا مثلا. ليش وقفتوا البروتين للنشويات؟ النشويات احنا بحاجه لها كثير، يعني لازم نتناولها كل يوم. من خمس مصادر لازم يكونوا موجودين بالغذاء. اوكي فواكه، اوكي خضار، بروتين، دهون ونشويات. هدول هذا هو النظام الغذائي، سواء كان دايت او سواء حتى انه اسلوب حياه. ما لازم ينقص ولا مصدر غذائي، والا ما رح تنحف. بس رح تنحف وحيصير عندك مشاكل ثانيه بس تخلص من الرجيم. ايفانا رح نذكر بعض الحميات الغذائيه اللي كثير اشخاص بيتبعوها، يمكن بيفكروا انه هن ممكن تنزل من وزنهم. هي التمر والحليب او مع المي او حتى اللبن وشوربه اليخنه. هلا كل هدول الحميات شو تاثيره؟ هلا بالنسبه للحليب والتمر، صح بيقول لك انا عم باخذ حليب مصدر بروتين وعم باخذ تمر مصدر سكريات وفيه فيتامين ومصادر ومعادن غذائيه، بس بده ينقصك الحديد، بده ينقصك المنغنيز والزنك.
هدول كثير مهمين بالنسبه للدماغ، للجهاز الهضمي، لصحه الرئتين، لحتى الجهاز المناعي تبعك. فانت حتنحفيهم بس رح يصير عندك دوخه بعدين، حيصير عندك وهن وتعب، لانه اصلا في مصدر غذائي الاساسي اللي هو الكربوهيدرات ناقص. حتى لو هو سكريات، التمر هو عباره عن سكريات غير معقده بسيطه، فما بيأس يعني. احنا بحاجه للبروتين، للنشويات. بقول لك طيب فيها نشويات؟ لا، ما في نشويات كميه اللي انت بحاجه لها. بالنسبه لليخنه فهي بتعمل لك انزعاج بالجهاز الهضمي، بيعمل لك نفخه، غازات، بالاضافه انه اوكي هو فيه ملفوف بخضار وفيه البندوره يعني، بس بكون ناقصه اللحمه، ناقصه كمان النشويات اللي نحن بحاجه لها. يعني ايفانا، انت مع الدايت الكيميائي، وهل هو سيء بشكل مطلق ولا هو بشكل نسبي، فيه نوع انه بالسوء حسب الشخص يلي بده يتبعه؟ لا، الكيمياء ليش سيء؟ اول شيء بده ياثر على الكليه والكبد، بده ياثر على، في كمان عندك البروتين، نظام البروتين كمان ممكن ياثروا على البول، هدول الاثنين. رح تشتهي اكلات لما بتوقفي، رح تكون نتيجه انه بدك تفتحي لها. من لنا بالبدايه خلينا نعرف شو هو النظام الكيميائي. تمام، انه اول يوم مثلا عندك فواكه، ثاني يوم خضره، او في نوع ثاني اللي هو مثلا ممكن حط برتقانه مع بيضه مسلوقه الصبح بدون خبز، الظهر بيكون نوع واحد من الاكل، والعشاء بجوز ما يكون في عشاء، احيانا في ناس بتحط عشاء. تمام، يا وجبتين يا ثلاث وجبات. كثير صعب هو، بيقول لك اوكي ما في كميات، ما بيحدد لك كل اللي بدك اياه، بس شيء معين من المصادر الغذائيه. هذا الشيء غلط. نحن كل يوم ناكل هدول الخمس مصادر، نحن كل يوم ناكل خمس مرات، تصير استقلابك صح عشان ما ينقصك شيء، ولا يصير تفوت نحن بامراض نحن بيعازي عنا. يمكن احنا بالاحوال العاديه، او اذا حدا ما عم يتبع نظام حميه وما حابب ينزل وزنه، اوقات يعني بنتغافل عن تناولنا لكافه العناصر الغذائيه، يعني هذا الموضوع كمان بيسبب، بيكون له تاثير سلبي على صحتنا، ما بننتبه. يمكن تماما كثير، لانه اول شيء انت مصدر من المصدر، كل مصدر بالغذاء هو بحاجه له الجسم بالفيتامينات والمعادن والطاقه. فانت اذا نقصتي مصدر من هالمصادر رح يصير عندك نقص واحد من انواع الفيتامينات، من المعادن، رح يصير جسمك ما صح، لحمايله رح يستقلب جسمك صح، حتى اعضاء جسمك ما رح تشتغل صح. تمام. يعني دائما ايفانا من خلال حديثنا معك ولقاءاتنا معك بتنوهي وبتنبهي الجميع اللي بدهم ينقصوا وزنهم، انه لو في دايت لازم يكون في خمس وجبات. تمام، بدنا نرجع نذكرهم بهيدا الخمس وجبات. تمام، مو خمس وجبات، لا هي خمس وجبات صغيره. تماما، خلينا نحكي عنه. هي الفطور، نحن فينا نفطر مثلا خبز الاسمر محل الخبز الابيض، توست الاسمر، او خبز الشوفان اذا موجود، او خبز النخاله، او حتى الحبه الكامله اذا موجود. في اماكن بتلاقي منها. دائما الالبان والاجبان تكون موجوده، مثلا معلقتين لثلاث معالق. بالنسبه للبيضه، دائما البيضه ليش؟ انا اول شيء بتعطيك طاقه، ثاني شيء بتشبعك، وفيها الفوسفور بالنسبه للدماغ عشان الشخص يكون طاقته عاليه، لانه يكون الشخص نايم 8 ساعات بده يفيق ما فيه طاقه، بده يعوض هذا الشيء. بعد ثلاث ساعات بتناول فواكه او كاسة شاي اخضر او كاسة عصير. الشاي الاخضر ممكن ناخذ معه شوكولا او مكسرات غنيه. هيك كون انت اخذتي كل مصادر المعادن كمعادن وفيتامينات. هلا على الغداء، الطبخه اللي بيطبخوها والسلطه دائما تكون موجوده بالطبق الاكل. ما في داعي ياكلوا خبز للاشخاص اللي بدهم يحافظوا على وزنهم او بدهم ينزلوا، الخبز بس نتركه الصبح ومساء. اهم شيء يمكن كمان وجبه السلطه هي تكون بالفعل قبل الغداء، يعني لانه كثير اشخاص بتحلوا بالسلطه. لا هلا شوفي، اللي بتحلوا بالسلطه، عندك اللي بده يسمن، نحن بنخلي السلطه اخر شيء، اللي بده ينحف بنبلش السلطه قبل الغداء. ليش؟ فيها شيء بتحرك عصاره؟ لا مو هيك، لانه عشان ما يشبع من السلطه الشخص اللي بينحف، وياخذ المصادر الغذائيه والفيتامينات والمعادن. على فكره ايفانا، نحن بنجوع السلطه. تماما، نحن السلطه احيانا بتجوع الواحد. يعني دائما مثل ما ذكرتي لازم يكون في اجبان، بروتين، كربوهيدرات. بس اي مات لازم يمتنع بالعشاء؟ مثلا خلينا نقول عن الخبز، احيانا في عالم انه ما بتقدر بلا الخبز، شو بتعمل على العشاء؟ هلا بهالحاله هي بدها توزع. هلا قلنا الصبح بياخذوا خبز، والمساء ممكن ياخذوا خبز، يجيبوا الخبز الاسمر. ليش؟ هلا الابيض مثل الاسمر، بس لانه الاسمر فيه الياف وبيشبع بطريقه اسرع وللجهاز الهضمي احسن. تمام، فهو لما بده ياكل خبز الاسمر رح يكون تعود اول فتره، رح يلاقيها صعب بس بيتعود بعدين. وفي ماده الزنك، والزنك كثير مفيد بالنسبه للدم، عشان ما يصير معه فقر دم. فهو ممكن ياكل الخبز الاسمر المساء مع ممكن يشوي شيش او سودا مثلا. ما بده ياكل سلطه ومعكرونه بلبن، مو يعني شرط انه يبس حواضر، بس يقلل الكميه ويوزع المصادر الغذائيه خلال النهار. هلا كمان في كثير اشخاص بحبوا اذا فينا نقول ينقرشوا بين الغداء وبين العشاء، شو ممكن ياكلوا هالوجبه بعد الظهر وبنفس الوقت ما تاثر على السمنه؟
هلا ممكن في شيء اسمه بزر يقطين، هذا الرفيع ممكن ياخذوه مع الفواكه، مع قطعه فواكه، ممكن تكون اخذتي بروتين واخذتي بنفس الوقت قطع الخضار والفواكه اللي فيها الفيتامينات. هاي ممكن تكون وجبه خفيفه. هلا ممكن، هلا رح يستغربوا شوي، ممكن شوكولا، هلا حتى لو مثلا نفترض الشوكولا فيه قطعتين ياخذ قطعه واحده، او يجيب الشوكولا السوداء مع كاسه شاي يكون على المضادات الأكسدة تبعته. ممكن بوشار اللي يخفف الزيت، ممكن مثلا مكسر. صح ايضا البوشار بسمن، لانه بختلفت دائما الدراسات انه لا بسمن او هو لا ما فيه سعرات حراريه. نحكي شوي كمان البوشار اللي هو محبب عند النساء. لا ما في شيء اسمه ما فيه سعرات حراريه، حتى المي فيها تمام. ما في شيء زيرو كالوري تمام، ممكن زيرو شوغر زيرو فات بتقدري. هلا البوشار ليش هو ما بيسمن؟ اذا كان مثلا الزيت كثير قليل او حتى بدون زيت، في ناس بتعمله بدون زيت تضمن ما يحترق ايفانا؟ ممكن ما يحترق، ممكن ما يحترق بده قالي تماما. او اللي بيجيبوا لك هذا اللي بحطوه بالمايكروويف وفيه طعمات، هذا بيسمن. انت عم تحط الجبنه وهدول الصوص والزبده، هذا بيسمن اكيد. اما اذا انت عملتيه بنص معلقه زيت وكميه مثلا فنجان، هذا ما بيسمن، فيك تاخذيه كزبديه، واصلا هو بيشبع لانه ولانه هو طبعا ما بياكله كمشي، بياكله وحده وحده تماما. تلاقي شوي شوي بلش الهضم، بلشت عصارات الهضم، بلش الدماغ يقول لك حاجه لهون. فهو لا، كوجبه خفيفه ممكن الفواكه تكون كوجبه خفيفه اذا كثير جاعوا بالليل كثير. شيبس ايفانا، شيبس هنا شيبس. هلا الشيبس اذا ولا بده الشخص بده ياكل مرتين ثلاث مرات بالاسبوع، شو يعمل؟ ما ياكله من الكيس، يحطه بصحن وشاركه حدا، هيك بيكون قلل الكميه. او يفضل انه اذا بنعمل بالبيت كمان احسن واحسن، بخففوا الزيت اللي بيعملوه. في شيبسات الجاهزه ممكن تقليها بالبيت. طبعا الشيبس كثير بيسمن، بيعمل كثير. اذا بده يشاركه حدا ممكن يفتح اكثر من كيس. لا هيك بده يعمل كنترول، هو بيعمل كنترول بحاله اذا بده يحافظ على حاله. فلانه فيه بهارات كثيره، فيه ملح كثير، هذا بده ياثر على الصوديوم، هذا بده يعمل لك احتباس سوائل، هذا ممكن يسبب ضغط. نهيك على السعرات الحراريه اللي بسببه مقالب الزيت المهدرج. يعني ايفانا كمان شغله دائما بتنوهي من خلال لقاءاتنا على انه نحن الاكلات ما عم، يعني ما في حدا عم ينحرم من شيء، بس بالشيء القليل. قديش انه فيه ياكل كل شيء الانسان، بس مو ضروري انه لمرحله الشبع. هل هي الفكره مزبوطه انه اوكي بدك تاكل بس لا تشبع؟ قوم انت وجوعان، يعني مو جوعان كثير نوعا ما، شبعان كامل. مو شبعان كامل، هيدا الفكره صح؟ حتى لانقاص الوزن اكيد. ليش؟ لانه اوريدي بده ثلث ساعه الجسم لحتى يطلع هرمون الشبع وانه صار في اكل هلا. فدائما احنا بننصح انه يمضغوا شوي شوي، يبلشوا بكاسه مي شار الهضم وبالسلطه، بعدين ياكلوا الوجبه الاساسيه بالنسبه للغداء مثلا. ليش هيك؟ ببلش هرمون الشبع. وكثير مهم انه هن دائما يلونوا الطبق تبعهم، يلونوا المائده، لانه العين تشبع قبل الاكل، فهذا لحاله بصير الشخص بيشبع. فكثير مهم هو اصلا انه يقللوا الكميه، يمضغوا شوي شوي، يتناولوا كل ثلاث ساعات اكل، هيك ما رح يجوعوا. في كثير اشخاص بيقولوا لك انه انا اذا وقفت عن الاكل، يعني مثلا التهيت بشي شغله او حتى اكلت بطريقه كثير بطيئه، بحس بالشبع بسرعه، او اللي وقف عن الاكل ما بيقدر يرجع يكفي صحنه. كمان قديش هالفكره ممكن تساعد؟ كثير مهمه الفكره، مثل ما قلت، لانه هو سبب هرمون الشبع اللي طلع. يعني اوكي مثل مثلا ما بنكون صايمين نحن بنقول خذوا تمر مي وقوموا صلوا ورجعوا كلوا، تكون بلش هلا بده يصير عندك، ما يصير عندك تلبك اصلا بهالفكره، ما بصير عندك تلبك معوي، ما رح تاكل كميات كبيره بدون ما تحس، لانك حتمضغ شوي شوي. اللي بياكلوا كميات كبيره بصير عندنا سمنه عند البطن، وعند النساء بتكون دهون عند الاوراق، وبسبب الدسم تمام بصير في شيء اسمه دهون حشويه اللي هي عند الكبد والبنكرياس، هذا بسبب ما بياكل بسرعه. كمان كثير مهم نحن بناكد انه الاسنان لازم الشخص دائما يعتني فيهم، لانه كله بيرتبط مع بعضه. اذا كان اسنانه سيئين لا حدا ياكل ببطء بسرعه، سوري حيزلط بالعرب العاميه، صحيح صحيح. بوكس يعني زيادة وزن. نعم إيفانا، بدنا نصائح لكل اللي عم يتابعنا، وخاصة الصبايا اللي بدهم ينقصوا وزنهم وبلا ما يفقدوا فيتامين جسمهم ويضل بشرتهم نضرة. كثير مهم ما تشربوا لي حليب وتمر، ما تعملوا نظام غذائي تبع الخنة ونظام غذائي الكيميائي، بليز هدول من أسوأ الأنظمة. نظام الغذائي خمس وجبات، خمس مصادر غذائية ذكرناهم سابقا، لعبوا رياضة، حبوا حالكم، حبوا النظام الغذائي اللي بتكون تعملوه، لانه النظام الغذائي هو عباره عن اكل موجود بتحبوه انتم بس بكميات قليله، واستبدال لمصادر غذائيه انصح. نعم يعني معلومات ونصائح مهمه اليوم طرحتيها ضمن صباحنا ايفانا، وكثير بدنا نشكرك على الموضوع اليوم اللي طرحتي لنا اياه، وشكرا كثير لك. يعطيكم الف عافيه. اكيد بدنا نشكرك مره ثانيه، ودائما الصحه هي حياه، هي شيء كثير مهم لحياه الكل. ميرسي لوجودك معنا، يعطيكم العافيه.
يعني ساري حلقتنا اليوم وصلت لنهايتها، واكيد نحن رح نبقى على الموعد كل يوم الساعه 9 صباحا والاعاده الساعه 1 بالليل. لكل حدا بيحب يبقى على اطلاع باخر الاحداث والمستجدات برفقه شاشه الاخباريه السوريه على مدار اليوم. ومن اليوم لبكره بنتمنى لكم كل التوفيق وتبقوا بالف خير. اكيد تبقي ايضا انت اريج بالف خير. ختامنا رح يبقى يحمل الامل بوجودكم وصمودكم ابطالنا في الجيش العربي السوري. لكل حدا عنده فكره او موضوع حابب شاركنا فيه ابقوا على تواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. اكيد تحيتنا الاولى والاخيره لرجال الله في الميدان، ابطال الجيش العربي السوري، انتم عزنا، كل الحب لكم مشاهدينا. باي باي.